بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قلنا أيها الأحبة إن البسملة هي جزء من السورة، لأنه لا يجوز أن تحذف بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن موجودة. فإذا قمنا بعد كلمات وحروف السورة مع البسملة سوف نجد حقائق لطيفة. مثال على ذلك، نبينا عليه الصلاة والسلام نزلت عليه أول سورة وهي سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه السورة أخي الحبيب نزلت عندما كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام عمره 40 سنة، وهذا يعني هذه حقيقة معروفة 40. لو قمنا بعد حروف محمد في أول سورة نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وهي سورة العلق، يعني عددنا الميم الحاء والميم مكررة والدال 4 حروف، إذا قمنا بعدها في سورة محمد نجد العدد ما هو؟ عمر محمد 40. يعني في سورة العلق أول سورة نزلت على النبي هي سورة العلق، عدد حروف اسم محمد الذي نزلت عليه السورة هو 40. يعني لو جمعنا الميم الحاء الميم الدال نجد 40 حرفا، وهو عمر النبي وقت نزول هذه السورة المباركة. لا نملك إلا أن نقول سبحان الله.